شمال مدينة طرابلس ب 14 كيلومتر تقريبا عن لبناني أو القوى الأمن الداخلي. هو شخصيا كان من ضيعتنا يعني ومن بلدنا وتعلمنا احنا وياه مدرسه وحده والبلد كلها بتحبه. شو بدي اقول لك يعني اكثر من هيك، ابن صفنا ومدرستنا كلنا بنحبه وبيجي على الضيعه على طول، وهو بحب ضيعته كثير وادم الشاب كثير. يؤكد المجتمعون أن هذه الجريمة لن ترهب الشعب اللبناني ولن تثنيه عن مواصلة نضاله من أجل استكمال تحقيق أهداف انتفاضة الاستقلال وإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية التي لن نسمح باستمرار الفراغ فيها.